معالي الرئيسة، تخبرين أنت الحين الوضع اللي مر بالمجلس الله يسلمك، تخبرين أنه بيصير نكس في التصويت في المجلس اكتمال النصاب. أعتقد لو تأجل الجلسة لمدة نص ساعة لما يكتمل النصاب لما يخلصون الفحص النواب. شكرا يا معالي الرئيس، والأمر لكم طال عمرك. نعم، اقتراح مجدي وجيد، وأعتقد إن كنتم توافقون على رفع الجلسة 20 دقيقة لاكتمال. نعم نعم، القرار لي، عشان كذي قاعدة أقول لهم إن إحنا إن شاء الله رح نرفع الجلسة 20 دقيقة لاكتمال الإجراءات الفحص القائمة حاليا.